بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المجند أحمد مصطفى من مرتبات الحرس الجمهوري وهذه هويتي. عرضت صور لي في إعلام النظام وصحف أجنبية أخرى على أنني من تنظيم القاعدة وهذا عار عن الصحة، وأنا أمامكم المجند أحمد مصطفى إن شققت عن النظام منذ فترة بهذا اللباس نفسه، ونحن لا نعلم بالأساس من يرتدي هذا اللباس حتى عرضت صورتي على أنني من تنظيم القاعدة. عندها اكتشفنا معنى هذا وأؤكد أن هذا اللباس أعطونا إياه وألبسونا الزي قبل انشقاقي وأنزلوا لقمع المظاهرات، وأيضا طلبوا منا تطويل اللحية. ومن هنا أدعو جميع رفاق الذين انشقوا بهذا اللباس أن ينتبهوا من هذه السياسة اللعينة التي يستخدمها هذا النظام الفاجر.